بداية وممثلا لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، شارك اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بالعاصمة كيغالي في مراسم تنصيب رئيس جمهورية رواندا السيد بول كاغامي الذي أدى اليمين الدستورية في الملعب الوطني بالعاصمة كيغالي. مراسم التنصيب جرت بحضور العديد من الوفود الأجنبية بالإضافة إلى ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية رواندا.